التواصل مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة والمستمرة هنا على أرضية هذا الميدان. شوطنا 17 الذي انطلق هنا في هذا اليوم الجميل على أرضية هذا الميدان خصص لسن الحجاج. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. هذهب هناك إلى الذهب، شهانية سيف بن عبد الله بن غرير لجتبي، وفي المركز الثاني للسيد حمد بن سهيل بن الدودة العامري، وفي المركز الثالث لراشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي، وفي المركز الرابع سلهود مطار بن علي بن علوان، وخامس المراكز الهلالية سلطان بن سعيد بن عبيد بن قميش، وفي المركز الشات اللي في المركز الشات هناك مياس سعيد بن محمد بن سعيد همري، وفي المركز السابع اللي وصلت في هذه اللحظات مصيحة حارب اللي مع بن صبيح الفلاسي، وفي المركز الثامن شعار هناك من شفق السيد دمعة بن سعيد بن علي الزرعي، وتاسع المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن هناك اللي هي السليمانية محمد بخيت بن عبد الله العويسي، وفي المركز العاشر بقول زعفران سالم سلطان بن محمد بن واس. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة مستمعين الأعزاء، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله المراكز دعناها عليكم بالفو تمام، ونحن دائما نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. التواصل مستمر مع عز راشد بن عبيد بن عبد الله الوهيبي جلنار، حمد بن سهيل بن خيرات بن الدوده العامري، وفي المركز الثالث ايضا اللي تحركت هنا السليماني محمد بن خيد بن عبد الله الوهيبي، والاحلاليه ايضا مايد بن سلطان بن قميش ايضا حاضر بوميد، والنقله على المركز الخامس هناك مياس سعيد بن محمد بن سعيد المري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز ذعناها عليكم بالوفا والتمام ما شاء الله تبارك الرحمن يا معز وجلنار الثنتين كلهن في موقع واحد، والسليمانية اللحظات الأخيرة الله الله اللحظات الجميلة هنا مع هذا الانطلاق الجميل. جلنار في المركز الأول، حمد مسهير بن خيرات بدودة العامري للمرة الثالثة، المرة الثالثة ولا الثانية، عيناوية عيناوية سلام سلام يا راعي جلنار هنا على المركز الأول، ثاني الناموس المركز الثاني راشد بن عبيد الوهيبي، المركز الثالث حمد بخيت بن عبد الله العويسي، المركز الرابع ايها الاخوه للسيد عبد الله بن علي بن حميد رز الشامسي مايد السلطان بن قميش، خامسا توقيت الزمن 4 دقائق 30 8 6 اجزاء من الثانيه تانينا والناموس.